ثاني عندنا في المالديف. دابا حنا كنتواجدوا في واحد الجزيره كنتسناو باش نمشيو وندورو. شنو سميت الجزيره؟ الجزيره خويا سميتها هولو مالي. هولو مالي كنتسناو في الباطو، راهو فينا هو وريه ليهم هذاك الباطو. دابا غادي يديونا غادي ندورو شي ثلاثه ولا اربعه الجزر اللي فيهم النخال، غادي يهبطونا تحت الماء. المهم تبعوا معنا الفيديو. Thank you.
كنتسركلو في هاد الجزيرة ياك، يلا شنو البلدية شنو الجامع، مشينا خدينا واحد التويشية بعدا، زين خاطر قالو نبقاو نتفكرو، هاهو فين هو، نتفكرو في المالديف، وتبعونا حنا غادي، هادي اش كطيب هادي، صور صور هادي، واش كدير بطاطا هادي ولا شنو؟ بحال الشفنج. شو هذا كيف يبي يدي ناس سمعني شو ما كتقول قول شي حاجة جابونا دابا من بعد الجزيرة الأولى كنت واجد في الجزيرة الثانية زيد غادي نكتشفوا هذه الجزيرة بقاو معنا تكتشفوا أحسن توما من بعد غادي تدونا الجزيرة أخرى والله ما عرفت سمياتهم بعدا كتشفوا لي سمياتهم أنا هنا حرقتك الشمس هذا هو مارلي هذا ماشي بوب مارلي هذا قلت لك زيد شو نيش انا واقيلا هذا كتر غفوت خداولك يا وليدي الحانوتة
شو داك راسك كيديرين اصاحبي؟ هذا الشو كيجري هذا ما نساوق على بالي راه كاين واحد اخرين عندنا. اسم هذا الوارين هذا هذو هما القرقابات القراقب ياك سميت شو التخربيق هذا دول في تشوب شوف الراي بالك هذاك الطريب اوكي سير كتزايط كتزايط اوكي فاش تجي لهاد السايد حلك المحل هذا الشوب هذا دور إطلالة ثانك يو هذا الشي غامل اثمنه ما مديرينش علاش هذا الشي غامل ديرو مرحبا شوفوا راسنا شويه في المري هادشي هذا تقليدي ديالهم هادشي هذا كلو صناعة تقليدية باش نشوفو كورونات الكورة الكوكياج واش هاد العجب هذا ايوب فين ابو قياس شي حاجه صافي ماذا تقول؟ مبقى عندي مقول والله يتتقادوا لي
ماشي حوت هذا حوت حوت هذا غادي كيتمشى شاش من حوت ويلا حوت حوت زرق ها راسك انا كما صورته والو زيرو فيديو الفيديو حضرت حتى اللي بالك دير حد من البيبر تشارك سيادة صيادة السمك أسماك غير عمانتا الجامع وريتي اليوم هاد
الجامع يلا كيبنيو فيه دابا. شوف شوف وري لهم سبحان الله العظيم هذا كيداروا ليه. والله خويا لا لا زعما كاين شي حاجه. اش كيديروا هذا الراوس حاجه جايه ايوب. تعال نشوفوا شي حاجه زوينه. اش البريمو اللي تبعني تبعني نمشيو نقلبوا على شي حاجه ما ناكلوها. باقي فينا الجوع باقي بالغدا وديك الساعه يحلموا لنا ضرب بقى كيشوف يضرب ما فهمتش شي حاجه. حاجه وحده اللي حمقتني بعدا في هذه البلاد شنو هي؟ وهي كل شيء حلال. لا لا ده اكيد تقدر تاكل اي حاجه بعدا. شوف شو الناس خارجه من الصلاه. شوف الناس يلا خارجه من الجامع سبحان الله. هو اللي قال لك عندنا الاسلام. Allora prossima destinazione? Dove si parte? Da scoprire. Bravissimo. È stata una delle nostre. Hi, sir.